لذلك الإمام علي عليه السلام لما توفي رسول الله حصل ما حصل في سخيفة بني ساعدة، وجاء أبو سفيان يعير الإمام علي ويقول له: ولا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، ذاك مربوط على الخسف برمته، وذاك يشج فلا يرثي له أحد. لو شئت، يقول الإمام عليه السلام، لملأتها عليهم خيلا ورجلا. قال له: اسكت. شوف الإمام علي، قال له: أنا معاك يا علي بن الحسن. على مين بتقلب؟ قاعد وقلب على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة. قال: هذول أخذوا، أنا معاك، إحنا أقرب. شو مين هذا؟ من بني تيم هذا وبني عدي هذا أو عبيدة الجراح؟ أنا معاك، فإن شئت لأملأنها أو ملأته عليهم خيلا ورجلا ونخذها منهم من غصب عنهم. قال له: اسكت يا أبا. شوف علي، علي الحق، بده الحق، اسكت. وعارفه لا يريد الحق بهذا، يريد تمزيق الأمة وتفجير الأرض الإسلامية. اسكت فلا طالما بغيت الإسلام وأهله شرا. قال: جاي تغض عن نفسي أنت؟ أنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، علي يعشق الحق، علي هو الحق شيء واحد، والنبي قال هذا، علي مع الحق يدور حيث دار، ما في كلام. أنا أقول لكم هذا من خلال تجربة البسيطة الشخصية. على فكرة أنت من خلال تجاربك تستطيع أن تفهم ما لا يفهم بالكتب كذا، وتفهمه على قد ما عندك، على قد طوقك.